ازيكم يا حلوين؟ النهاردة ان شاء الله هنتعلم الوظائف جوبز. هنتعلم الوظائف بطريقة سهلة جدا ان شاء الله. كل صورة هيبقى قدامها الكلمة بتاعتها، طريقة سهلة للأطفال ممكن تعمليها في بيتك. لو مش قادرة تعمليها او مش عارفة تعمليها، اتفرجي على الفيديو ده وان شاء الله هنساعدك تعلمي طفلك ازاي يتعرف على الوظائف بشكل يجذب انتباهه، وفي نفس الوقت برضو ايه يعرف ينطق الكلمة حتى لو مش هيكتبها لأول مرة، بس يعرف شكلها. اول حاجة معانا teacher. teacher. تاني حاجة معانا doctor. تالت حاجة police officer. رابع حاجة firefighter. خامس حاجة nurse. سادس حاجة بقى والأخيرة baker. يبقى أول حاجة نرجع لها تاني teacher. تاني حاجة doctor police officer firefighter nurse baker.